شكري رحمه الله شهيد صديقي. وفي الحقيقة هو الآن هو زعيم الثورة، لأن الثورة هذه قاموا بها شباب تونس، وكانت ثورة غير مؤطرة وليست لها زعامات، لكن الآن تبين أنها عندها زعيم، وهو شكري بالعيد رحمه الله ميتا وحيا. ولهذا يعني هذه أمور ما تجدش، احنا نقوله في تونس ما تجدش على بوس عادية، وهي مردودة على أصحابها وكيدهم في نحرهم. ولهذا ما يمكنش باش نجاوب على هذا، لأن ما يعتقدش أن فما حد يأمن بهذا. بالرغم من هذا ما نقولش أن السيدة سامي عبو هي اللي قتلت شكري ولايت، ما نردش عليها، ولا السيد هذا السلفي هذا، هذا يمكن هذا يمكن، لأن هذا من عوايدهم، أما احنا ما عندناش